الاحمر ما لي شيء والله ما لي شيء عمها انا سدد الزوجه سدد الزوجه الله اكبر والله تعبت الله اكبر تعبت يا ناس طبعا عدة مرات نطلع مظاهرات لتعديل قانون التقاعد لكن قانون التقاعد لم يعرف اكو عدة قوانين مجلس النواب كلها معطلة قانون الموحد للتقاعد قانون النفط والغاز لإعادة اقتصاد العراق بصورة صحيحة قانون الخدمة المدنية وعدة قوانين معطلة لماذا ما نعرف تعرفون العراق رابع دولة في إنتاج النفط ثاني دولة في أوبر في إنتاج النفط أصبحت موازنة الدخل القومي العراقي 150 مليار دولار هل تم تقدم وازدهار المجتمع العراقي؟ هل تم بناء حياة أفضل للعائلة العراقية والمجتمع العراقي؟ كلا ناخذ مثلا تعرفون إخواني الأعزاء في مناسبة العيد السعيد تعرفون أمير الكويت ماذا قدم للكويتيين؟ أمير الكويت في مناسبة العيد السعيد قدم لكل عائلة كويتية 30 ورقة أي 3000 دولار بمناسبة العيد السعيد وإحنا أغنى من الكويت 5 مرات 6 مرات لماذا؟ دخل الفرد العراقي أصبح تحت خط الفقر 6 دولارات تقريبا اذا اكو راتب واكو ناس كل اسبوع تحصل 10 دولارات خريج بكالوريوس خريج علوم خريج دبلوم حقوق قاعد يشتغل عندنا ساحة النصر حمار قاعد يدفع عربانه العراقي يعني من تاريخ تاسيس الدوله العراقيه الى الاحتلال الانجليزي هل شفت العراقي يمتهن يبيع المي بالترافيك لايت في شوارع العراق يجي من البصرة يجي من العمارة يجي من الناصرية يبيع مي في بغداد هذا دلالة بأن لا يوجد لدينا قرار وطني يستطيع أن يستغل رابع دولة في إنتاج النفط في تقديم حياة هنيئة للشعب العراقي أنا أعتقد عدم وجود هيئة نزاهة وعدم وجود مفتشين وعدم وجود تخطيط وعدم وجود رقابة مالية تراقب الدخل القومي العراقي أصبح لدينا حسب مؤسسات الدولية يقولون 10 ملايين فقير في العراق وين الفلوس؟ وين الأموال؟ كلها تسرق والكويت الله يحفظ أمير الكويت الكويتين يقولون 6000 دولار راح نروح للحج قسم لا يروحون الى اوروبا يتونسون بمناسبه العيد بيهم يروحون لتركيا لان اميرهم رئيسهم وزع لهم 3000 دولار 30 ورقه زين الكاظمي ماذا قدمت للشعب العراقي بمناسبه العيد؟ ها واحنا اغنى واكثر واكبر من الكويت هذا دلاله واضحه بان الطبقة السياسية فشلت في بناء دولة عراقية فشلت في بناء مجتمع عراقي أكو نقطة واحدة أريد أقولها تعرف قانون التقاعد للنواب شو قرروا قبل 5 سنين 4 سنين أول سابقة يصدر قرار لقانون التقاعد خلال 24 ساعة خلال 24 ساعة تم إقرار قانون تقاعد النواب ومجالس المحافظات لأنه يقدم لهم امتيازات ويخليهم يعيشون عيشة رغيدة 6 ملايين 9 ملايين قانون التقاعد وتم إرساله يوم جمعة للتقاعد وإرساله على قدم وساق من أجل إقراره عندي ولا صديق بالرقابة مال التقاعد يقول دزلناها يوم الجمعة وهاي سابقة خطيرة لأن عندنا قوانين معطلة قانون التقاعد معطلة قانون الموحد معطلة قانون النفط الغاز يعالج ويحافظ على الاقتصاد العراقي معطل صار 3 دورات لماذا معطل؟ لأن الكوميشن الكردي يقول للنواب أوزع لكم على كل نائب 1 مليون دولار 1/2 مليون دولار ها وتسبب تطرون هذا القانون في حين قانون
المتقاعدين اللي راتب الحد الادنى 500,000 دينار. ها طلعنا مظاهرات ووقفنا امام مجلس القضاء وامام التقاعد لكن دون جدول. المفروض هسه العراقي يعيش في بحروحة، يجب ان يكون الحد الادنى 1,000,000 دينار، لكن مع الاسف اصبحت لدينا طبقه من النصوص والفاسدين سرقوا الاموال الشعب العراقي وسرقوا الفقراء من المتقاعدين ومن كل مكونات الشعب العراقي. انا اعتقد بان اوكرانيا وروسيا سوف تاتي بتغييرات على الواقع السياسي العراقي، واصبح العراق واهميه العراق لدى اوروبا ولدى امريكا ولدى اليابان سوء كبير، لان العراق باستطاعته ان يوازن ويصدر نفط عراقي بقدر روسيا. فلهذا انا اعتقد كيسنجر شيخ المحلل السياسي قال يجب تغيير الطبقه السياسيه في العراق، لان واقع المحاصص السياسيه فشلت في بناء دوله عراقيه. واحنا من الدوله السومريه الى احتلال بغداد لا يوجد لدينا محاصصة سياسية، وإنما أنظمة الحكم خلال فترة 6,000 سنة هو حكم شمولي، حكم مركزي، حكم دولة قوية يستطيع أن يعالج كل أزمات المجتمع العراقي. أنا أعتقد بأن النفط العراقي سوف يغير الطبقة السياسية في العراق، لأن حسب التحليلات الأوروبية يجب الاعتماد على النفط العراقي، لأن النفط العراقي في الوقت الحاضر العراقي يصدر 4,500,000 باستطاعته أن يصدر 10,000,000 برميل يوازي السعودية. إذن أنا أعتقد تغييرات جوهرية، نتمنى من هذه التغييرات الجوهرية أن إنشاء دولة مركزية، دولة شمولية تستطيع أن تضرب بيد من حديد النصوص والفاسدين وتستطيع أن تخدم كل الكرنفال العراقي. نتمنى من الطبقة السياسية ومن الثقافة العراقية أن تبني نظام شمولي يستطيع يلغي محاصص الغيمر ويستطيع أن يلغي ويقسم القرار الوطني، لأن القرار الوطني وفق نظام بريمر هو حصة الشيعة وحصة السنة وحصة الإشراق. المفروض هاي كلها تدوب في الهوية الوطنية للشعب العراقي. إذن رابع دولة في إنتاج النفط والعراقي يعيش تحت خط الفقر، وفي حين أتمنى أن يعطونا 10 أوراق، أمير الكويت اعطاهم 30 ورقة. أتمنى من الكاظمي بمناسبة العيد السعيد أن يعطي 10 أوراق لكل عائلة حسب البطاقة التموينية من أجل بناء حياة أفضل للمجتمع العراقي. شكرا.